أنت تعملين؟ أهلا بك، أهلا بك بالحياه، جميل جدا. روك لا روك إن شاء الله. لا وهلا في أي وقت. أنا
أسد أو فتاة فوق. لا لا ومليك لأنك لم تعرفني. يسموني عجل حاء. أنا لو يشبه لحاء جر. ماذا يسمونك؟ ماذا عجل؟ أفتش عن أمي. حسنا حسنا. احد نحن ظلمت ابنها قرغني. حقا عمر غني. حمد قلت ابنها. حمد انظر نحن. أنا أتبرج عنها. إنها هي. حمد ربي. أنت ولدي. لماذا أطيع أمك؟ أعرف أن تريد أن تخرج ولكنك صغيرة. اسمعيني. لا تكون قوية. أمها مرعونة يا حمد. اهدأ يا بني. حمد أنت ولد السيء. ماذا تقول؟ تعالوا وضعوا إلى ابني. وهكذا لم يعد الشاب سيجعل السجن حتى الحيق وكان معزا حنونا لدرجة على يحس كأنها هي أمه التي لم يرها. أغلقني ونم. Thank you.